ده الفرق. انا مش لاقي قائد في النادي الاهلي، انا مش لاقي قائد في النادي الاهلي. رامي ربيعه كابتن فرقه وكبير، بس خايف على نفسه. عمالين يعرضوا له، يقول لك هيمشي وهيقعد. انا لما ابقى كابتن واقول له هقعد ولا همشي، انا مش هفكر في حد، انا هفكر في نفسي. قفشه مش مركز، ما دول الكبار. عمرو السولية. هنروح برضو للاهلي، بس خلينا نكمل. طيب نكمل. وهنتكلم كتير عن الاهلي كتير.